شو اسمك؟ احمد. جاوب النيل. احمد محمد حمدي. دزب نفسك الله. صباح المساء، اخذونا على فرع الاربعين. طبعا عرفنا احنا انه فرع الاربعين فيما بعد. استقبلونا هنيك، بلشوا فينا اول شيء كفوف، عرونا من امالاتنا من ثيابنا، دخلونا على مهجع واحد، كنا حوالي 22 شخص. غير تعذيب النظام كان تعذيبنا كثير، كان منه كان هو شخص مؤذي كثير. طب ما هو كمان سجين مثلكم، يعني عم بيشعر بالالم اللي عم تشعروه، عم بيشعر بالقهر اللي عم تشعروه. ما هي المشكله، المشكله انه لما عقبك صار مثلك ومحكوم مثلك. قلت له سيدي انا لا بعرف سلاح ولا بعرف مجموعات مسلحه ولا بعرف شيء. ضرب هو ضرب، قلت له انا اخذت 50,000 من شخص قريبي من هنيك. سطح على ظهري، سطحت على ظهري، ضل يقول لي ارجع لورا لحتى راسي دق بشي، واز بدق بسيخ حديد. قال لي ارفع راسك على السيخ. رفعت راسي، صارت رقبتي على السيخ. وقف حط رجله هون، يسألني سؤال يستنى مني جواب وهو حاطط رجله. وكنا عم نلحظة، عم نستنى لحظة تنزل مطر أو نقطة مي، أي شيء ينقذنا من الموقف اللي نحن فيه. وبلش هون الحياة الجديدة. مكان ضيق كثير، كلها مضطرين نوقف. يعني هذا السجن اللي دخلته الجديد اللي هو سجن الخطيب، هذا إدارة أمن الدولة. هذا إدارة أمن الدولة. إدارة أمن الدولة. يعني هذا بعد الخطيب. طبعا الاستقرار. الخطيب في مرحلة طويلة كمان أنا قضيتها، وتنقلت عدة مهاجر، وقعدت عادة واحدة بمهجع 29 اللي هو لقبه مهجع. من خلال التحقيق كله انكتب بضبط، وأنا بصمت على شيء أنا ما بعرف شو هو. أول ما دخلت على فيينا صارت معي أزمة نفسية بالكامب، وحولوني على أوتوبان شبيتر بحاجة لأدوية. عندي عدة أمراض، عندي غدة، عندي سكري، عندي ضغط، عندي أعصاب، عندي كثير أشياء صحية تعبتني.